يعني الحقيقة موقف صعب، وزي ما حضرتك قلت لم تخرج مركب هجرة غير شرعية من مصر من 2016، ولكن ما زال بعض الشباب وبعض المصريين فاكرين ان البحر وفاكرين ان الهجرة غير الشرعية هي السبيل. يعني هنعمل ايه في القصة دي؟ يعني من الواضح انه ما زال هناك سماسرة يقنعون الناس انه هناك امل بعد البحر. لا طبعا، هو ده احنا بنناشد الشباب ان هم ما ينساقوش ورا عصابات الجريمة المنظمة اللي بتعمل على انها تستغل اموالهم يعني تقضي على ارواحهم في مغامرات غير محسوبة. وبنناشدهم ان هم يعني يلجأوا الى البرامج. في وزارة الهجرة عاملة برامج توعوية وعاملة تنسيق مع دول كثير من الدول الأوروبية، وهناك عندنا مثلا زي أقول لحضرتك في المركز المصري الألماني للفوكيشنال تريننج أو التدريب المهني، فده مركز معني بتدريب الشباب على المهن زي الكهرباء زي الإلكترونيكس زي كثير من المهن زي المطبخ مثلا، شؤون المطبخ بيخرج طباخين وكده. فالتدريب المهني بيديلهم شهاده او لايسنس بتمكنهم من ان هم يبقوا على نفس المستوى اللي يفتح ليهم فرصه هجره شرعيه محترمه تحفظ لي المواطن كرامته يعني.